اهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين في لقائنا مع نجم الكره السعوديه الكابتن سامي الجابر مدرب نادي الهلال السعودي. اهلا وسهلا بك. قبل الفاصل تحدثت انك انت يعني تحاكي نماذج عالميه، ولكن فيما يتعلق بفريقك التدريبي، طبعا نادي الهلال تعاقد معك ب 10 ملايين ريال، صحيح انك كنت مخطئ خلال عامين، انت اخترت فريقك ولكنك لم تعلن عنه، يعني لم تعلن عن الفريق الفني كما يفعل يعني بعض المدربين في العالم وكثير منهم. الفريق يعني الفني تقصد الستاف اللي معك؟ الستاف اللي معك. لا اعلنت عنه. ما كان في اعلان واضح للسي في حق كل واحد وين؟ لا بالعكس، كان موجود واعلنا وطلعنا السي في حق كل، سواء كان مساعدي ايرفي جوجون، كان قبلها السيد كان مساعدي اول انجليزي اللي هو احد المساعدين اللي كان موجود اللي المفروض يتعاقد معه اللي كان جيم جيليجن، لكن مرض زوجته بكانسر قبل التوقيع تقريبا باسبوعين واعتذر، فضل الاعتذار. هارفي ارفي جيجون وهو كان في لوريون عمل في عده انديه في عده اكاديميات، نيكولا شارتون كمدرب لياقه ومساعد اردن ماثيو كمدرب لياقه، مدرب الحراس اللي هو كان نفس المدرب اللي كان جورج هوسبا اللي كان مدرب مع إيريك جيرتس تقريبا، كريم مدريسي اللي هو ايضا المسؤول اللي يسمى الاي تي تكنيكال بالنسبه للفريق، هو هذا الستاف الموجود اللي تم عن طريق اختياري ايضا مدرب الفريق الاولمبي راينارد شتومف، واعتقد هذا هو الستاف كامل. نعم بس ايضا كله يملك سي في. نعم لا بس في كلام انك انت يعني اخترت ناس عقودهم ليست عاليه وعلى اساس ان تاخذ الحصه الاكبر. ليس الاهم في العقود، الاهم في لا يعني 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 الان اختيارك لو رعيت فيها الناحيه الماليه عندما تم الاختيار. صدقني علي، الامور الماليه او ما الامور الماليه، انا ابحث عن نجاحي فلن اختار الا الستاف اللي يرفع من مستوى عملي، وليس اني اقلل من مستوى المادي بالنسبه او اسيف مني بالنسبه لنادي الهلال. نادي الهلال اعرفه من صغري، اي عمل بسيط غير مقتنع او غير مقنع او غير مقتنعين فيه حتى على مستوى اللاعبين لن ينجح. اذا ما كان العمل له عنوان بالكواليتي بالجوده، وهذا ما حرصت عليه في احضار المدربين. بعد لقائي اللي فيه شرار اللي بدت مع عبد الحميد سعد كانه في غزل انه ممكن امسك نادي الهلال، ابتديت اشتغل على الموضوع سي في كل انسان دراسه من ناحيه ماذا سيقدم لي وللنادي من مردود وكيف انا بستفيد منه. انك تبحث عن طاقم تدريبي يساعدك صعب جدا جدا في المستوى على مستوى التدريبي، وهذا يتخلل سنوات كثيره. المدربين العالميين لما تقرا لهم على اساس انه يصل الى مجموعته اللي تساعده في التدريب او اللي ينسجم معها او اللي توافق عمله، هذا يحتاج له الى اكثر من خمس ست سنوات.